شهدائك عيد، شهدائك الأبرار القديسين، نوري نوري نوري. نوري نوري نوري.
الصلاة بتهد جبال، الصلاة بتشيل أحمال، الصلاة بتحول كل عالمنا ونبقى في راحة بال. الصلاة بتهد جبال، الصلاة بتشيل أحمال، الصلاة بتحول كل عالمنا ونبقى في راحة بال. بالصلاة طلبت حنا بلجاجة فقطعها الرب صموئيل، ومنح المعايا قوة زيادة وبارك كل ضعيف وقليل. بالصلاة طلبت حنا بلجاجة فقطعها الرب صموئيل، ومنح المعايا قوة زيادة وبارك كل ضعيف وقليل. بالصلاة يتحول حتى الجب بكنيسة عظيمة الرب حنون، بالصلاة تتكتف ايد الشر يطفي نفسنا كل اتون. بالصلاة يتحول حتى الجب بكنيسة عظيمة الرب حنون، بالصلاة تتكتف ايد الشر يطفي لهنا كل اتون. الصلاة بتحول كل عالمنا ونبقى في راحة بال. في الساعة التاسعة باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كل، أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نصلي بشكر. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعاضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام من الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال،
لأنك سترتنا، أعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا، عضدتنا، وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحيات والعقارب وعلى كل قوة العدو. ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة الرأفات محبة البشر لواية لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعزة والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كل أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفتك، تمحو اسمي وتغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، تطهرني لأني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكم. لأني هانذا بالإسم حبل بي في الخطية ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تنض علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من السل، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل أثامي، قلبا نقيا أخلق في الله، وروحا مستقيما جدده في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي أعضدني، فأعلم الأسمى طرقك والمنافقون إليك يرجعون. نجني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فليخبر فم بتسبيحك، لأنك لو أثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكسر المتواضع لا يرذله الله. انعم يا رب مسارتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربانا ومحرقات، حينئذ يقربون على مذبحك العجول. هللويا. شوي سنينان امين هللويا خن فران ام فيوت نم بشيرين ام ببن مايس وابنوت نوت امين. تسبحة وصلاة الساعة التاسعة من النهار مبارة قدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي من تراتيل مزامير أبينا داود النبي بركات وعلى جمعنا أمين. سبحوا الرب تسبيحا جديدا، سبحوا الرب يا كل الأرض، سبحوا الرب وبارك اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، حدثوا في الأمم بمجده وبين الشعوب بعجائبه، لأن الرب عظيم هو ومسبح جدا، مرهوب على كل الآلهة، لأن كل آلهة الأمم شياطين، أما الرب فصنع السماوات، الجلال والبهاء قدامه، الطهر والجمال العظيم في قدسه. قدموا للرب يا جميع قبائل الأرض، قدموا للرب مجدا وكرامة، قدموا للرب مجدا لاسمه القدوس، احملوا الذبائح وادخلوا دياره، اسجدوا للرب في دياره المقدسة، لتتزلزل الأرض كلها من أمام وجهه. قولوا بين الأمم أن الرب قد ملك على خشبة، وأيضا ثبت المسكون فلن تتزعزع، يدين الشعوب بالاستقامة، فلتفرح السماوات ولتبتهج الأرض، وليعج البحر وجميع ملئه.
تفرح الوديان وكل ما فيها. حينئذ يبتهج كل شجر الغاب أمام وجه الرب، لأنه يأتي ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بالاستقامة. هللويا. الرب قد ملك، فلتتهلل الأرض ولتفرح الجزائر الكثيرة. سحاب وضباب حوله العدل والقضاء، قوى قوام كرسي. النار تسبق فتسلك أمامه، ولبلهيب تحرق أعداءه. الذين حوله أضاءت بروقه المسكونة، نظرت الأرض فتدلدلت، ذابت الجبال مثل الشمع من قدام وجه الرب. من أمام وجه الرب الأرض كلها أخبرت السماوات بعدله، وعينت جميع الشعوب مجده. يغزى جميع الساجدين لصنعة الأيادي المفتخرين بأصنانهم. اسجدوا لله يا جميع ملائكته. سمعت صهيون ففرحت، تهللت بنات يهوذا من أجل أحكامك يا رب، لأنك أنت هو الرب العلي على كل الأرض. ارتفعت جدا فوق جميع الآلهة. يا محب الرب ابغضوا الشر. إن الرب يحفظ نفوس الأبرار وينجيهم من أيدي الخطاة. نور أشرق للصديقين وفرح للمستقيمي القلوب. افرحوا أيها الصديقون بالرب، واعترفوا لذكر قدسه. هللويا. سبحوا الرب تسبيحا جديدا، لأن الرب قد صنع أعمالا عجيبة. خلصت له يمينه وذراعه القدوس. أعلن الرب خلاصه وكشف قدام الأمم عدله. ذكر رحمة ليعقوب وحق لبيت إسرائيل. نظرت أقاصي الأرض جميعها. خلاص إلهنا. هللوا الرب يا كل الأرض، سبحوا وهللوا ورتلوا. رتلوا للرب بالقيثارة، بالقيثارة وصوت المزمار، بأبواق خافقة وصوت بوق القار. هللوا أمام الرب الملك، فليعج البحر وكل ملئه، المسكونة وكل الساكنين فيها. تصفق جميع الأنهار، الجبال تبتهج أمام وجه الرب، لأنه أتى ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بالاستقامة. هللويا. الرب قد ملك، فلترتعد الشعوب. الجالس على الشيروبيم فلتتزلزل الأرض. عظيم هو الرب في صهيون، ومتعال على كل الشعوب. فليعترفوا لإثمه العظيم، لأنه مرهوب وقدوس. وكرامة الملك أن يحب العدل. أنت هيأت الاستقامة، أنت أجريت القضاء والعدل في يعقوب. ارفعوا الرب إلى هنا، واسجدوا لموطئ قدمي، فإنه قدوس هو. موسى وهارون بين كهنته، وصموئيل بين الذين يدعون باسمه، كانوا يدعون الرب فيستجيب لهم. بعمود الغمام كان يكلمهم.
لأنهم حفظوا شهاداته والأوامر التي أعطاهم. أيها الرب إلهنا، أنت استجبت لهم، صرت لهم يا الله غفورا ومنتقما على جميع أعمالهم. ارفعوا الرب إلهنا واسجدوا في جبله المقدس، فإن الرب إلهنا قدوس. هللويا هللويا للرب يا كل الأرض. اعبدوا الرب بالفرح، ادخلوا أمامه بالتهليل. اعلموا أن الرب هو إلهنا، هو صنعنا وليس نحن، ونحن شعبه وغنم رعيته. ادخلوا أبوابه بالاعتراف وديارَه بالتسبيح. اعترفوا له وباركوا اسمه، فإن الرب هو صالحون، وإلى الأبد رحمته، وإلى جيل فجيل حقه. هللويا. رحمة وحكما أسبحك يا رب، أترنم لك وأتفهم في طريق بلا عيب. متى تأتي إلي؟ لقد كنت أسأل أسلك بدعة قلبي في وسط بيتي. لم أضع أمام عيني أمرا يخالف الناموس. صانع المعصية أبغضته، لم يلصق بي قلب معوج. وعندما يلان الشر عني لم أكن أعلم. والذي يغتاب قريب سرا كنت أطارده. المتكبر بعيني والمنتفخ القلب لم أآكله. عيناي على جميع أمناء الأرض لكي أجلسهم معي. السالك في الطريق بلا عيب هذا كان يخدمني. المتكبر لم يسكن في وسط بيتي. المتكلم بالظلم لم يستقم أمام عيناي. في أوقات الغدوات كنت أقتل جميع خطاة الأرض، لأبيد من مدينة الرب جميع صانع السلام. هللويا. قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك تحت موطئ قدميك. عصا قوة يرسل لك الرب من صهيون وتسود في وسط أعدائك. معك الرياسة في يوم قوتك، في بهاء القديسين من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن على طقس ملشي صداق. الرب عن يمينك يحطم في يوم رجزه ملكا، يقضي بين الأمم ويملأهم جثثان. يسحق رؤوس كثيرين على الأرض، وفي طريق يشرب الماء من الوادي، لذلك يرفع رأسه. هللويا. أعترف لك يا رب من كل قلبي في مجلس المستقيمين وفي مجمعهم. عظيمة هي أعمال الرب ومشيئته كلها مفحوصة.
جلال وبهاء عمله وعدله دائم إلى أبد الأبد، صنع ذكرا لجميع عجائبه، رحيم هو الرب ورؤوف، أعطى طعامه لأتقيائه، يذكر إلى الدهر ميثاقه، خبر شعبه بأعماله ليعطيهم ميراث الأمم، أعمال يدي حق وعدل وكل وصايا صادقة ثابتة إلى الدهر وإلى الدهر، مصنوعة بالحق والاستقامة، أرسل خلاصا لشعبه، أمر بعهده إلى الأبد، اسمه قدوس ومرهوب، رأس الحكمة مخافة الرب، والفهم الصالح لكل من يعمل به، وتسبحة دائمة إلى الأبد. هللويا. طوبى للرجل الخائف، الرب ويهوى وصايا جدا، يقوي نسله على الأرض، جيل المستقيمين يبارك، مجد وغنى في بيته، وبره يدوم إلى الأبد، نور أشرق في الظلمة للمستقيمين، رحيم هو الرب الإله ورؤوف وبار، صالح هو الرجل الذي يتراءف ويقرد ويدبر أقواله بالحق، لأنه لا يتزعزع إلى الدار، ذكر الصديق يدوم إلى الأبد، لأن ولا يخشى من خبر السوء، قلبه مستعد متكل على الرب، قلبه ثابت لا يتزعزع حتى يرى بأعدائه، فرق وأعطى المساكين، بره دائم إلى دهر الدهور، ويرتفع قرنه بالمجد، الخاطئ يبصر فيغتاظ، ويصر بأسنانه، ويذوب شهوة الخاطئ تبيد. ألّلو سبحوا الرب أيها الفتيان، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشارق الشمس إلى مغاربها، باركوا اسم الرب، الرب عال على كل الأمم، وفوق السماوات مجده، من مثل الرب إلى هنا، الساكن في الأعالي، الناظر إلى المتواضعات في السماء وعلى الأرض، المقيم المسكين من التراب، والرافع البائس من المزبلة، لكي يجلسه مع رؤساء شعبه، الذي يجعل العاقر ساكنا في بيت أم أولاد فارحة. هللو. أحببت أن يسمع الرب صوت تضرعي، لأنه أمال أذنه إلي فأدعوه كل أيام حياتي، لأن أوجاع الموت اكتنفتني وشدائد الجحيم أصابتني، ضيقا وحزنا وجات، وباسم الرب دعوت، يا رب نجي نفسي، الرب رحيم وصديق، إلهنا يرحم، الذي يحفظ الأطفال هو الرب،
اتضعت فخلصني. ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك، لأن الرب قد أحسن إلي وأنقذ نفسي من الموت وعيناي من الدموع ورجلي من الزلال. أرضي الرب أمامه في كرة الأحياء. هللويا. آمنت لذلك تكلمت وأنا اتضعت جدا. أنا قلت في حيرتي إن كل الناس كاذبون، بماذا أكافئ الرب عن كل ما أعطاني؟ كأس الخلاص آخذ وباسم الرب أدعو، أوفي نذوري للرب كل قدام كل شعبه. كريم هو أمام الرب موت قديسي. يا رب أنا عبدك، أنا عبدك وابن أمتك، قد تعطى قيودي، فلك أذبح ذبيحة التسبيح. وباسم الرب أدعو، وفي للرب نذوري في ديار بيت الرب قدام كل شعبه في وسط أورشليم. هللويا. قدوس قدوس قدوس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا مرلوق البشير التلميذ الطاهر، بركات على جميعنا آمين. ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا، فأخذهم معه ودخل على انفراد مدينة تسمى بيت صيدا. فلما علمت الجموع تبعوه فقابلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، فإننا هاهنا في موضع قف. فقال لهم: أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا: ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه: ليتكوا في كل موضع 50 50. ففعلوا هكذا وأتكأوهم أجمعين. فأخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وأعطى وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع، فأكلوا جميعهم وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 قفة مملوءة. والمجد لله دائما أبديا أمين. تن أشتمك بخريستوس نم بكيوتن أغاثوس نم بأبن وما إصواب جي أكتون كاك صوتي أمون نينا نسجد لك أيها المسيح مع بيك الصالح والروح القدس، لأنك قمت وخلصتنا. يا رب يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة من أجلنا نحن الخطاة، أمت حواسنا الجسمانية أيها المسيح إلهنا ونجنا. فليدنو توسلي قدامك يا رب كقولك، فهمني لتدخل طلبتي إلى حضرتك ككلمتك يحييني. دوك سباتري
يا رب يا من سلم الروح في يدي الأب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة وضيت اللص المسلوب معك للدخول للفردوس لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترزلني أنا الضال بل قدس نفسي وأضيء فهمي واجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحيية لكي ما إذا ذقت من إحساناتك أقدم لك تسبيح بغير فتور مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح لنا ونجنا كيني كأي كيستوس إيوناستون إيونون آمين يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح وقتلت الموت بموتك وأظهرت القيامة بقيامتك لا تعرض يا الله على الذين جبلتهم بيديك اظهر محبتك للبشر أيها الصالح اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا نجي يا مخلص شعبا متواضعا لا تتركنا إلى الانقضاء ولا تسلمنا إلى الدهر ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك كينين كأي كيسوس يوناستون يونون آمين لما أبصر اللص رئيس الحياة على الصليب معلقان قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ما جت مرتعدة لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك دوك سابتري كيوكي هاجيو بنماتي يا رب يا من قبل إليه اعتراف اللص على الصليب اقبلنا إليك أيها الصالح نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا نقر بخطايانا معه معترفين بألوهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك كنين كأي كيسوس إيوناستون إيونون آمين عندما نظرت الوالد الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقان قالت وهي باكية أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر أخطائنا الكثيرة آمين كيري إليسون كيري إليسون يا رب ارحم كيري إليسون كيري إليسون ارحمنا يا يا
كيريه ليسون ارحمنا يا الله، كيريه ليسون، كيريه ليسون اسمعنا وارحمنا، كيريه ليسون، كيريه ليسون يا رب ارحم، كيريه ليسون، كيريه رب السبوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الأب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي ضايا علينا كرحمتك يا رب، وليس كخطايا واجعلنا مستحقين أن نصلي بشكر. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا يا رب في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو، نسألك باسمه المبارك العظيم، أنقل عقولنا من الاهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية، وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح، ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك، وامنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها، لكي إذ خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لآلام ابنك الوحيد الجنس ربنا يسوع المسيح، ونظفر بالرحمة وغفران الخطايا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا كل قوة المعاند وجميع جنوده الردية، كما داسهم ابنك الوحيد الجنس بقوة صليبه المحيي، واقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك، وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعزة والسلطان والسجود
إلى أبد الأبدين. آمين. ارحمنا 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 يا الله الآب يا ضابط الكل ارحمنا 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 يا الله مخلصنا ارحمنا 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 يا الله ثم ارحمنا يا رب ارحم. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البطنة سهل حياتنا ارشدنا إلى العمل بوصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا نجنا من كل حزن رديء ووجع قلب حوتنا بملائكتك القديسين لنكون بمعسكرهم محفوظين ومرشودين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نصلي بشكر. يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا رب في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. إنجيل رقم قراشية صفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل معلمنا معلوك البشير التلميذ الطاهر بركته على جميعنا من تراتيم مزامير بين داود النبي الملك بركاته على جميعنا لم يترك إنسانا يظلمهم وبكت ملوكا من أجلهم قائلا لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا إلى أنبيائي هللويا مبارك للآتي باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد فيما هو يتكلم سأله فريسي أن يتغدى عنده فدخل واتكى وأما الفريسي فلما رأى ذلك تعجبا أنه لم يغتسل أولا قبل الغداء
فقال له الرب: أنتم الآن أيها الفريسيون تنقون خارج الكأس والقصعة، وأما باطنكم فمملوء اختطافا وخبثان. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ بل أعطم عندكم صدقتان، فهوذا كل شيء يكون نقيا لكم. ولكن ويل لكم أيها الفريسيون، لأنكم تعشرون النعنع والسداب وكل بخل، وتتجاوزون عن الحق ومحبة الله. كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. ويل لكم أيها الفريسيون، لأنكم تحبون المجلس الأول في المجامع والتحيات في الأسواق. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون، لأنكم مثل القبور المختفية والذين يمشون عليها لا يعلمون. فقال له واحد من الناموسيين: يا معلم، حين تقول هذا تشتمنا نحن أيضا. فقال: ويل لكم أنتم أيها الناموسيون، لأنكم تحملون الناس أحمالا عسيرة الحمل وأنتم لا تمسون الأحمال بأحد أصابعكم. ويل لكم لأنكم تبنون قبور الأنبياء وآبائكم قتلوهم. إذا تشهدون وتردون بأعمال آبائكم لأنهم هم قتلوهم وأنتم تبنون قبورهم. لذلك أيضا قالت حكمة الله: إني أرسل إليهم أنبياء ورسلا فيقتلون منهم ويطردون، لكي يطلبوا من هذا الجيل دم جميع الأنبياء المفرق منذ إنشاء العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي أهلك بين المذبح والبيت. نعم أقول لكم إنه يطلب من هذا الجيل والمجد لله جرفة الباكر قفوا بمسافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل معلمنا مار متى البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا من 30 مزامير أبينا داود النبي الملك بركاته على جميعنا. أرسل موسى عبده وهارون الذي اختاره، جعل فيهما أقوال آياته وعجائبه، كي يحفظوا حقوقه ويطلبوا ناموسه. هللويا. مبارك الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وبعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد بهم إلى جبل عالٍ منفردين.
فتغيرت حياته قدامه، فضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور. وإذا موسى وإيليا قد ظهر لهم يتكلمان معه، فجعل بطرس يقول ليسوع: يا رب جيد أن نكون هاهنا، فإن شئت نصنع هنا 3 مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. وفيما هو يتكلم إذا سحابة نيرة ظللتهم، وصوت من السحابة قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا. ولما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا. فجاء يسوع ولمسهم وقال: قوموا ولا تخافوا. فرفعوا عينهم ولم يروا أحدا إلا يسوع وحده. وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع قائلا: لا تعلموا أحدا بما رأيتم حتى يقوم ابن الإنسان من الأموات. والمجد لله دائما. داس الكلمة البولس، فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين. بركاته تكن مع جميعنا، آمين. بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب، قدم الذي قبل المواعيد وحيده، الذي قيل له إنه بإسحاق يدعى لك نسلا، إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضا، الذين منهم أخذه أيضا في مثال. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب وعيسو من جهة أمور عتيدة. بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصاه. بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه. بالإيمان موسى بعدما ولد أخفى أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخشيا أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنا لابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يدل مع شعب الله على أن يكون له تنعم وقتي بالقضية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازاة. بالإيمان ترك مصر غير خائفا من غضب الملك، لأنه تشدد كأنه يرى ما لا يرى. نعمة الله الآب تكون مع جميعكم يا أبائي وإخوتي، آمين. الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسالة الثانية. بركته تكن مع جميعنا، آمين. وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها، كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. عالمين هذا أولا، أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسروقين من الروح القدس. ولكن كان أيضا في الشعب أنبياء كذبة، كما سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة الذين يدسون بدع هلاك،
إذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم يجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا، وسيتبع كثيرون تهلكاتهم الذين بسببهم يجدف على طريق الحق، فهم في الطمع يدبرون بكم بأقوال مصنعة الذين دينونتهم منذ القديم لا تتوانى وهلاكهم لا ينعس، لأنه إن كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا، بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء، ولم يشفق على العالم القديم، بل إنما حفظ نوحا ثامنا كارزا للبر إذ جلب طوفانا على عالم الفجار، إذ رمد مدينتي سدوم وعمورة حكم عليهما بالانقلاب واضعا عبرة للعتيدين أن يفجروا، وأنقذ لوط البار مغلوبا من سيرة الأرضياء في الدعارة، إذ كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم يعذب كل يوم فيوما نفسه البار بالأفعال الأثيمة، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، العالم يمضي وشهوته، والذي يصنع إرادة الله يدوم إلى الأبد، آمين. البراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس. بركة صلوات آبائي وإخوتي، أمين. لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يفرز به إذ يقرأ في المجامع كل سبت، حينئذ رأى الرسل والمشايخ من كل الكنيسة مع كل الكنيسة أن يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما إلى أنطاكيا مع بولس وبرنابا، يهوذا الملقب برسابة وسيلة رجلين متقدمين في الإخوة، وكتبوا بأيديهم هكذا: الرسل والمشايخ والإخوة يهدون سلاما إلى الإخوة الذين من الأمم في أنطاكيا وسوريا وكليفية، إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسهم وقائلين
وعدته أن تختتنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نأمرهم. رأينا وقد صار بنفس وصرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين ونرسلهما إليكم مع حبيبنا برنابا وبولس، رجلين قد بذل نفسيهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح. فقد أرسلنا يهوذا وسيلة وهما يخبرانكم بنفس الأمور شفاها، لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة: أن تمتنعوا عن ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعم تفعلون. كونوا معافين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد وتعتز وتكثر وتثبت في كنيسة الله المقدسة من الآن وإلى الأبد. آمين. السنكسار. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اعلموا أيها الإخوة المباركون أنه اليوم الرابع من شهر توت المبارك أحسن الله استقباله وعاد علينا وعليكم ونحن وأنتم في هدوء واطمئنان مغفوري الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبائي وأخوتي آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 2570 للعالم تنيح النبي العظيم يشوع بن نون. ولد هذا النبي في مصر سنة 2460 للعالم، وهو من صف إفرايم. خرج من موسى مع موسى وشعب إسرائيل من مصر، وأصبح تلميذا لموسى النبي. وفي أثناء حرب بني إسرائيل مع عمليق كان هو الذي يقود الجيش، بينما كان موسى على الجبل يصلي ويقول سفر الخروج. فهزم يشوع عمليق وقومه بحد السيف. ولما انتخب موسى 12 رجلا ليكتشفوا أرض الميعاد كان يشوع بن نون واحدا منهم، وقد أتم خدمتي بكل أمانة وحمل هو وكالب بن يفنة الأخبار الصادقة لموسى النبي عن هذه الأرض. لذلك كان هما الاثنين فقط الذين دخلوا أرض الميعاد دون شعب إسرائيل كله بسبب تذمرهم وشكواهم من صدق مواعيد الله لهم بدخول هذه الأرض. وكان بعدما مات موسى عبد الرب أن الرب كلم يشوع بن نون خادم موسى قائلا: موسى عبدي قد مات، فالآن قم أعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم، أي لبني إسرائيل. كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته، كما كلمت موسى من البرية ولبنان هذا إلى النهر الكبير نهر الفرات، جميع أرض الحثيين وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم. لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك، كما كنت مع موسى أكون معك، لا أهملك ولا أتركك، تشدد وتشجع لأنك أنت تقسم لهذا الشعب الذي حلفت لآبائهم أن أعطيه. إنما كن متشددا وتشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي. لا تمل عنهم يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تذهب. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. أما أمرتك تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. فتقوى قلب يشوع بن نون فأرسل جاسوسين إلى الأرض،
وحدث لما اطمأن قام وعبر النهر بعد أن انشق أمامهم كما انشق البحر الأحمر أمام موسى النبي. ومن أعمال يشوع بن نون أنه فتح أريحة بعد أن طاف حولها 7 أيام فسقطت أسوارها بمعجزة إلهية. وكان الرب مع يشوع بن نون فقتل ملوكا وفتح مدنا كثيرة وقسم الأرض لبني إسرائيل حسب أصواتهم. ولما أكمل يشوع بن نون سعيه الصالح ووصل إلى شيخوخة صالحة استدعى شيوخ بني إسرائيل ورؤسائهم وأوصاهم ألا يحيدوا عن عبادة الله وأن يتمسكوا بناموس موسى الذي أخذه من الرب ذاته. فبعد ذلك تنيح بسلام وعمره 110 سنوات. بركة صلوات يشوع بن نون تكون معنا أمين. ففي مثل هذا اليوم أيضا من سنة 844 للشهداء 1128 ميلادية تنيح البابا القديس الأنبا ماتاليوس الثاني البطريرك 69 من بطريقة الكرازة المرقسية. وكان هذا الأب عابدا منذ صغره فترحب بدير القديس ماتاليوس وتفرغ للعبادة والنصح وقراءة الكتب المقدسة. فارتقى في الفضيلة وكان فنانا بارعا يقضي بعض أوقاته في رسم الأيقونات وتزيين المخطوطات. ولما خلى الكرسي الموقوفي بنياحة البابا ميخائيل الثاني البطريرك 68 قرر المجمع المقدس الذي انعقد بالقاهرة انتساب الراهب ماتاليوس عوضا عنه فأخذوه وقيدوه وهو يصيح ويحتج فإنه لا يصلح لهذه المسؤولية الخطيرة. ولكنهم ذهبوا به إلى الإسكندرية وتمت رسالته بكنيسة القديس مار ماركوس يوم الأحد 13 من شهر هاتون سنة 818 للشهداء 1102 ميلادية. ثم توجه إلى مقر قرصيه بالقاهرة حيث قيم له طقس تجليس في كنيسة السيدة العذراء الشهيرة بالكنيسة المعلقة. وكان هذا الأب مدة رئاسته يتزايد في النصح والعبادة مداوما على تعليم الشعب ووعظه. وكان كثير الصدقات والرحمة على الفقراء والمساكين. ولما أكمل سعي وتنيح بالسلام وصلى عليه الآباء فاستخرج ودفنوه بإكرام جديد بكنيسة القديسة العذراء مريم المعلقة. وكانت مدة رئاسته 25 سنة و9 أشهر. بركة صلوات البابا ماتاليوس الثاني تكون معنا جميعنا أمين. وفي مثل هذا اليوم أيضا تنيحت القديسة الكارزة عروس المسيح الطاهرة ومعلمة النظافة القديسة فيرين. ولدت هذه القديسة ببلدة داركوس قرية بجوار كوس الحالية بمدينة قنا تسمى حاليا قرقوس التابعة لطيبة التي هي محافظة الأقصر حاليا من أبوين مسيحيين وأسموها فيرينا أي الثمرة الطيبة وربياها على الآداب المسيحية. ونالت هذه القديسة المعمودية على يد أسقف قديس يدعى شيرامون أسقف ميلوس وهو الذي أشرف على تعليمها ونشأتها الدينية. فنمت كثيرا في النعم وكان في ذلك الحين عدد كبير من المسيحيين يجاهرون بإيمانهم ضد الرومان ويستشهدون وينالون إكليل الشهادة. فكانت القديسة فيرينا تزور المحبوسين منهم وتقدم ما يحتاجونه. وكانت فيرينا أيضا تشتاق إلى أن تنال نصيبها من الاضطهاد والاستشهاد. وفي عهد الإمبراطور دقلديانوس سنة 284 305 ميلادية ذاع صيت الكتيبة الطيبية التي كان يقودها القديس موريس المعروف بشجاعته وتقواه. وحين أصدر الإمبراطور أوامره بترحيل فرقة القديس موريس إلى غرب أوروبا لمساعدة الإمبراطور ماكسيميانوس وإخماد ثورة شعب الباغور في جنوب فرنسا
اتفق أن رحلت هذه القديسة مع الفرقة الكيروية إلى غرب أوروبا، ولما وصلت الفرقة إلى هناك كان الإمبراطور ماكسيميانوس يقيم حينئذ بمدينة أوكتودوروم، مدينة في سويسرا حاليا هي مدينة مارتيني، فأمر القائد موريس وأعضاء الفرقة بتقديم الذبائح للآلهة قبل الهجوم، فرفضوا جميعا إطاعة أوامر الإمبراطور، فأمر الإمبراطور بقتل عشر الفرقة لإرغام بقيتها على طاعته، وعند ذلك تزايد حماس بقية الفرقة للتمسك بالإيمان بالرب يسوع، فغضب الإمبراطور أكثر وأمر بقتل عشر المتبقين. فكان القديس موريس يشجع الجنود على التمسك بإيمانهم مع إعلان ولائهم للإمبراطور. ازداد الإمبراطور هياجا وأمر بإبادة الكتيبة الطيبية الموجودة في أوجناوم والقيام بتعاقب بقية كتائب الفرقة الطيبية في مواقعهم بسويسرا وإيطاليا وألمانيا. وأما القديس موريس فنال إكليل الشهادة ومعه الكتيبة التي في أوجناوم والبالغ عددها 520 جنديا. فبعد استشهاد الفرقة مضت إلى أجنوم حاليا مدينة موريس بمقاطعة الفاليس في سويسرا، وهي التي استشهدت فيها القديسة فيرين، ثم إلى قرب مدينة سولودروم حاليا مدينة سولوتورن في سويسرا، وهي مكان استشهاد القديس أرسوس والقديس بؤ. وهناك عاشت القديسة فيرين في نصح وصلاة وصوم لأجل خلاص نفسها، وكانت تقتات من عمل يديها بواسطة سيدة مسيحية كانت تبيع لها عمل يديها، وقد أجرى الله على يديها معجزات شفاء كثيرة، كما اهتمت بالشابات وكانت تعلمهن مبادئ العفة والنظافة الجسدية. ولما ذاع صيت قداستها وخدمتها قبض عليها الوالي واستودعها السجن، حيث ظهر لها القديس موريس الشهيد وعزاها وشجعها على التمسك بالإيمان بالرب يسوع. وقد شفى الله على يديها الوالي من مرض اعتراف فأطلق سراحها، فمضت وانفردت في جزيرة نائية عند التقاء نهر الآر ونهر الراين، وسكنت في كوخ صغير وكانت تهتم برعاية المرضى والمحتاجين، ولكن كانت الجزيرة مليئة من الحيات والعقارب. فتركت القديسة فيرين هذه الجزيرة وذهبت إلى مدينة كروستاخ بمقاطعة روجاو في سويسرا، حيث سكنت في بيت مجاور لكنيسة القديسة العذراء مريم، حيث رهب بها الكاهن كاهن الكنيسة وعهد لها برعاية الفقراء والمرضى، فكانت تهتم بعلاجهم ونظافتهم، إلا أن الشيطان حسدها فحرك عليها زميلاتها في الخدمة حيث دبرنا لها المكائد، وكان الله يظهر براءتها دائما. وعاشت بعد ذلك بمغارة في مصر وتقدس وعبادة، وكان الكثيرون يتوافدون على مغارتها لكي ينالوا بركة صلواتها وإرشاداتها. وعندما حان وقت رحيلها من العالم ظهرت لها القديسة العذراء مريم ومعها بعض العذارى في قلاية، فبشرتها ببركات الحياة الأبدية ونعيم السرور. فقامت القديسة فيرين وسجدت لها وقالت: كيف أستحق أن تأتي أم ربي وإلهي إلى خادمتها فيرين؟ فقالت لها والدة الإله القديسة مريم: لكي أكافئك على أمانتك التي خدمت بها الرب يسوع. وهنا امتلأت القلاية بالوقود، ومع هذا الظهور انتقلت القديسة فيرين إلى السماء، فكفنوها ودفنوها بإكرام جزيل، وأقيمت كنيسة على اسمها بمدينة مستاتق، وصارت شفيعة للمدينة كما بني على اسمها دير العذارى في سويسرا. وأصبحت القديسة شعارا لمدينة شتيفا، مدينة بمقاطعة سيورخ بسويسرا حاليا، وحيث تحمل
تحمل في يديها إبريق وفي اليد الأخرى مشطة، لأنها أول من لفتت الأنظار للاهتمام بالنظافة الشخصية في هذه البلاد. وفي جيلنا الحالي استلم قداسة البابا المعظم المتنامح البابا شنودة الثالث البطريرك ال17 من بطاركة الطراز المرقسية جزء من رفاق القديس سيرينا موجودا بكنيستها بسكارس بسويسرا. بركة صلوات القديس سيرينا تكون معنا ولربنا كل المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. آمين. لم تر عين إلها غيرك يكشف لنا عن سر غنى. Oh, Ekbar Teno, Genetis,
إلي سونيماس أجيوس أوثيوس أجيوس إشيروس أجيوس أثاناتوس وإستافرو تيستيمس إلي سونيماس أجيوس أوثيوس أجيوس إشيروس أجيوس أثاناتوس ο Αναστάσιν των νεκρών και ανέλσον εστός ουρανός ελέησον ημέν δόξε πατρί και υιώ και άγιο πνεύματι και νυν και αΐ Χριστός αιώνας των αιώνων. Αμήν αγιατρίες ελέησον ημέας. Ιν Κύριε δέσποφου, βημαχεύκατην αιώαν σε τούλης εμέν, Ιν Κύριε μοχεδές, فصل من بشارة الإنجيل معلمنا مار متى البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا من تراتين وجميع ربينا داود النبي الملك بركاته على جميعنا موسى وهارون في الكهنة وصموئيل في الذين يدعون باسمه كانوا يدعون الرب وهو كان يستجيب لهم بعمود الغمام كان يكلمه الليل مباركنا الآتي باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين ولكن وإلا لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون وإن لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تأكلون بيوت الأرامل ولعلة تقيلون صلواتكم لذلك تأخذون دينونة أعظم ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم أكثر منكم مضاعفا ويل لكم أيها القادة العميان القائلون من حلف بالهيكل فليس بشيء ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم أيها الجهات والعميان أيما أعظم الذهب أم الهيكل الذي يقدس الذهب ومن حلف بالمذبح فليس بشيء ولكن من حلف بالقربان الذي عليه يلتزم أيها الجهال والعميان أيما أعظم القربان أم المذبح الذي يقدس القربان فإن من حلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما عليه
فمن حلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيه، ومن حلف بالسماء فقد حلف بعرش الله وبالجالس عليه. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تعشرون النعناع والشبث والكمون وتركتم أثقل الناموس. الحق والرحمة والإيمان كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. أيها القادة العميان الذين يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمال، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تنقون خارج الكأس والصحفة وهما من داخل مملوءان اختطاصا ودعارا. أيها الفريسي الأعمى، نقي أولا داخل الكأس والصحفة لكي يكون خارجهما أيضا نقيا. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. هكذا أنتم أيضا من خارج تظهرون للناس أبرارا، ولكنكم من داخل مشحونون رياء وإثما. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين وتقولون: لو كنا في أيام آبائنا لمن شاركناهم في دم الأنبياء. فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء فترة الأنبياء. فاملأوا أنتم مكيال آبائكم أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف تهربون من دينونة جهنم. لذلك أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة، فمنهم تقتلون وتصلبون ومنهم تجلدون في مجامعكم، وتطردون من مدينة إلى مدينة لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض من دم حبيل الصديق إلى دم زكريا بن برقيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. الحق أقول لكم إن هذا كله يأتي على هذا البيت. Aribris vevin e
تون اوتن شوي سن كتيرين كيف اوتوكوس ماري اخمافن بن سوتير انت فكان النوفي نانيبول جيفس مارو اوتن جيفيوت نم بشيري نم بيبن وما اث اواب تيترياس اتجي كيبول تن اوش تموس تن تي اونا باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احبائي وابائي وامهاتي داني سينيورز، كل سنه وحضراتكم طيبين، ومناسبه بدايه سنه للشهداء الجديده 1737، كل سنه وانتم طيبين، عيد النوروز. ربنا يعيد عليكم السنه والسنين اللي جايه بكل خير وصحه وسعاده. نتمنى ان انتم تكونوا كلكم بخير. ان شاء الله النهارده معانا تسجيل جميل جدا لاب من اباء الكنيسه قديسين القرن العشرين، ابونا المتنيح الاموس بشوي كامل مارجريكس سبورتنج، والتسجيل ده عن تامل جميل جدا عن التوبة وحياة التوبة وكيف نفعل حياة التوبة في حياتنا. نسمع وتسيبونا وبعد كده نصلي مع بعض ونستمتع بالكلمة اللي ربنا هيبعتها أو ربنا أريد يبعتها على لسان وتسيبونا المتنيح بشوي كامل. ربنا ينيح نفسه وينفعنا بصلواته. نسمع أبونا، ربنا يديكم أذان صغير، نسمع ونعمل لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد. أمين. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انجيل هذا الصباح يا احبائي عن التوبه والرجوع الى الله. والتوبه من المواضيع اللي بنسمع عنها في الكنيسه كتير كتير جدا، نربطها بالخطيه والرجوع لربنا. والتوبة هي حديث الوعاظ والمعلمين في كل وقت، لكن ما أريد أن أقوله لكم يا أحبائي أننا في الواقع نتحدث عن التوبة أكثر مما نمارس التوبة، وأن القديسين عاشوا حياتهم يمارسون التوبة. لدرجة ان في قديس عاش حياته الدموع دائما على خديه، فكانوا يسألوه يقولوا له يا ابانا ماذا يستدعي كل هذا؟ يقول لهم انا انسان تائب بطالب وجه ربنا. وفي لحظة انتقاله إلى السماء سمع صوت يقول مرحبا بتائب الصحراء بتائب البرية. التوبة في عين ربنا غالية جدا وعزيزة جدا، وعمرك ما تعرف الكتاب المقدس نغمة الفرح زي ما تلاقيها في أمثال التوبة. حتى يقول للابن كان ينبغي أن نفرح، أو يقول ملائكة السماء تفرح، أو يقول إنها دعت صديقاتها لما وجدوا الدرهم المفقود وقالت لهن افرحنا معي لأني وجدت الدرهم المفقود. فالتوبة في الواقع هي موضوع فرح الآب السماوي،
وموضوع فرح الابن وموضوع فرح الروح القدس. التوبة هي عمل الثالوث الأقدس في حياة المؤمنين. التوبة هي عمل الملائكة المستمر لكي يدفع أولاد الله للحياة معه. التوبة هي عشرة دائمة مع الله. التوبة هي انتقال من كورة العالم، كورة الخنازير، إلى حضن الآب السماوي. التوبة هي انتقال من حالة الجوع والعبودية والضياع، زي ما بيقول الكتاب المقدس وجدناه كان ضايع. التوبة رجوع للحضن والزراعين بتوع الآب وللقبلات بتاعته وللسعادة العميقة في حضن الآب. فنشكر الله أن لوقا الإنجيلي سجل لنا بتدقيق مشاعر الآب السماوي أو مشاعر الثالوث الأقدس في هذه التوبة، في الرجوع لحضن ربنا. التوبة مش أن الإنسان ما يعملش الخطية، لا، لأن في الثلاث أمثلة اللي ذكرت لم يكن معنى التوبة أن الإنسان ما يعملش خطية، ولكن بالتعبير اللي قاله أنه كان في الكورة البعيدة ورجع لحضن أبوه. فالتوبة حياة مع الله. التوبة للإنسان اللي ما يعملش فيها خطية ده المعنى الضعيف بتاعه، واللي يقاوم الخطية في المكان بتاع الخطية صعب عليه. لكن العشرة مع الله تشبع النفس وتغنيها جدا عن كل مباهج هذا العالم، كاختبارات القديس أغسطينوس في تأملاته مع أمه مونيكا. يقول هو في تأملاته: نحن كنا عايشين معاك أيها الآب، وكنا نتجاوز أجواء السماوات، وكنا ننظر إلى هذا العالم بكل ما فيه وبكل الأمور التي كانت تشغلنا في يوم من الأيام كأنها زبل حقير. أغسطينوس في رجوع الحضن الآب ابتدى يشوف العالم اللي في يوم من الأيام كان له مكانة كبيرة في حياته. ابتدى يشوف ان كل ما هو لذيذ وحلو وممتع في هذا العالم كأنه زبل حقير عندما كان يجلس مع أمه لكي يتحدثوا عن الحياة الأبدية، حيث كما يقول: تطعم يا الله أولادك من طعام الحق إلى الأبد. المثل بتاع الخروف الضال اللي ابتداه معلمنا لوقا بيتكلم عن شخص ربنا يسوع المسيح، ان الخروف هو واحد مننا، هو انا، وده يبقى ليا الفخر الكبير والشرف الكبير لان يسوع بيدور عليا انا. يعني لما يقولوا مثلا بيدوروا على رجل عظيم او رئيس جمهورية او رجل مليونير ولا بتاع، خطفوه ناس، يبقى معقول. لكن لما يقولوا عن شخص عادي حقير تافه ان رئيس الدولة بيدور عليه، ده يبقى شرف كبير جدا. فالخروف الضال حقير جدا لأنه خروف، لا له عقل يفهم ولا يفكر. وده وضع الإنسان في بعده عن ربنا، هو بيفكرش. إنسان بيوصل لدرجة بيحصل له عقم في تفكيره إنه يطلع يسرح على الجبال ويقشش شوية قش ولا حاجة، وهو دي هي دي عيشة. ده هو عامل له حظيرة، موضب له أكل وشرب وعيشة كويسة، لكنه خروف ضال. ومثل الخروف الضال ده من أروع الأمثلة
يعني الخروف ما بيفهمش. فدايما بقول لك انا في فترات بعدي عن ربنا، فترات فيها العقل ما بيفهمش ومتشبث بحاجات. بيجري ليه الخروف ده؟ بيجري ورا لا شجره فوق الجبل بعيد، ورا وراء شويه سراب ميه فوق الجبل فبيجري وراها. هو خروف ما بيفهمش، لكن مش يفرحك النهارده جدا ان انت تكون موضوع بحث المسيح رب المجد يسوع، وموضوع اهتمامه، وموضوع جريانه على الجبال عشان خاطرك او عشان خاطري. اذا انا شخص مهم جدا رغم ان انا لا اساوي اكثر من خروف ضال، خروف وتايه عديم الفهم وعديم العقل وبيضر نفسه وبينفحش نفسه. وبعد بحثه يقول له يأنبه، يا ما غلطنا في حقك يا يسوع وانت بتدور علينا، قلت لناش حاجه ولا رفضتنا ولا قصفت عمرنا ولا حرمتنا من دخول كنيسة ولا عملت فينا حاجة وحشة، لكن يقول لك حاملوا على منكبي على كتفه، قال له استريح يا حبيبي هنا عشان انت تعبت من اللف وتعبت من الغربة. طب وانت كتبت ايه يا يسوع؟ انا بكتب بفرح. وانا تفكركم ببقى تعبان؟ ما بولس الرسول قال كده، قال من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب. احنا كنا فاكرين ان الصليب بالنسبة ليك يا يسوع ده موضوع الم خطير وعذابات ملهاش اول ولا اخر. عذاب الصليب ده كان موضوع اعظم موضوع فرح بالنسبة ليك، لان بولس بيقول من اجل السرور الموضوع امامه. اما انا الخروف الضال فما استحقش اقعد على كتفك على منكبيك. وعلى رأي القديس غرغوريوس يقول هي دي الحتة المريحة اللي يستريح يسوع ان يحطني فيها عشان اكون قريب من الجنب الالهي حيث ينفجر الماء والدم اشرب. داود لما اتكلم في الموضوع ده في العهد القديم قال في مراعا خضر يربطني الى مياه الراحة يردني، كان بيتكلم عن الدم وعن المية اللي طلع من جنب المسيح اللي يشرب منها الخروف الضال ويتغسل ويرتوي. رجليه متعورة غسلها له، رجليه فيها اي وساخة مش مهم حطه على كتفه. انا اللي مكاني ده، عرفت مكانك فين؟ انا النقط دي عاوزها تكون ثابتة جدا في ذهنك تطلعش ابدا. انت راجل وحش وخاطي ولك ضعفاتك، لكن انت عارف مكانك فين؟ على كتف المسيح، ده مكانك، مالكش مكان غير كده. انت صحيح تترمي تحت رجليه زي الورقة الخاطئة، لكن هو يشيلك ويحطك على كتفه. شفت يسوع بتاعنا؟ يسوع اللي اتحب ده ويستحق ان الشهداء يدوله حياتهم، لان هو دلعنا كتير وحطنا على منكبي. اما الروح القدس فيبحث بكل اجتهاد ويفتش. شوف تعبير الانجيل يقول لك ايه؟ ولعت المصباح اللي هو رمز للروح القدس وفتشت وجابت مكنسة وقعدت تكنس في البيت عشان تكنس وتطلع الدرهم المفقود ده. بيكلفك كتير ايها الروح القدس المعزي التوبة، بتكلفني كتير، بتكلفني مصباح افتش في الحتة الضلمة اللي بتعيشوا فيها، بتسيب النور لان المسيح هو النور، وإذا سبت النور تضيع في الضلمة. فأطلع أنا بالمصباح بتاعي بنور أنور لكم الحياة، وابعت الكنيسة تمسك المقشة وتقعد تكنس وتبحث. أنتوا حلوين يا أولادي، لكن العالم بيغير معالمكم، بتطبعوا بطبع العالم تعليمه وبأعماله والصورة الحلوة اللي أنا قلت عنها في رسالة بولس الرسول لرومية، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة.
وسبق فعدها لنسلك فيها، وقلت فاشتلت كلوسي ان انتوا خلعتوا العتيق ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه، فانتوا شكلكوا صورة الخالق، انتوا بتشربوا دمي وبتاكلوا جسدي وروحي ساكن فيكم، انتوا ملامح بتحسي فيكم. ليه شكلكم بيتغير كده؟ انكم ماشيين في الضلمة، لكن الروح القدس ينور حياتنا وينور قلبنا وينور عقلنا وينور افكارنا. اشكرك يا ربي لان روحك غير المحدود العامل في الانبياء والرسل والقديسين وفي الخليقة كلها يعمل في ضعفي ويقول لي انت هيكل لروح الله وروح الله ساكن فيك. انا في الانسان كل ده صنعته يا ربي بدم صليبك وصلحتني بروحك. الروح القدس يأخذ مما لي ويعطيكم، كل اللي لي يديه لكم. الروح القدس يعلمكم ويرشدكم، وده عشان كده في مصباح تعاليم ربنا في الكتاب المقدس. الروح القدس يفتح ذهننا نفهمها، ولما نفهمها نرجع لربنا ونعيش معاه. وبعد ما كان كده جت ظهر الحتة الحلوة فينا. ايه الحلو اللي فينا اللي ظهر؟ صورة ربنا، صورة ربنا اللي احنا بنخبيه. اول ما بانت صورة ربنا بقى شكلنا حلو جدا، نور المصباح انعكس على حياتنا، بقى شكلنا منير مضيء. عشان كده يقول ايه؟ انتم، بعد ما يقول انا نور العالم يرجع يقول تاني انتم ايه؟ نور العالم. فاحنا كمان بقى شكلنا مضيء، احنا مخلوقين عشان ننور، احنا مش شكلنا ظلم، احنا مش ضايعين في وسط التراب، احنا تنعكس علينا نور النعمة الالهية فيضيء فينا شكل الله في وجه يسوع المسيح، كما يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته لكورنثوس الثاني. فروح القدس تعب معانا وبيتعب معانا دايما. شفت مركزك فين؟ مركزك على كتف المسيح قد كده. شفت الروح القدس يحب يستريح فين؟ يستريح عندك انت وفي قلبك وفي حياتك. شفت قد ايه انت موضوع اهتمام الثالوث الاقدس؟ هي دي التوبة اللي كشفها لنا المسيح في عهد النعمة، اللي كشفها لنا في خلال دمه المسفوك على خشبة الصليب. اما مثل الابن الضال عزيزي فمثل رائع يكشف لينا ايه حكاية الاسم اللي اختاره ربنا لنفسه وقال انا الاب بتاعكم. الناس زعلانة ويقولوا ليه سم ربنا يبقى اب؟ هو في احلى من كلمة اب؟ وحب يورينا، حب يورينا ابوته في المثل ده. صحيح المسيح قال الاب نفسه يحبكم، لكن ما شفناش حب اعظم من هذا، بذل ابنه لاجلنا على خشبة الصليب وما فهمناش ورحنا طعناه، حمل خطايانا على الصليب ومات وبنحمله كل يوم خطايا جديدة وما فهمناش. يقول بحبكم وببذل ابني، ودمي شاهد على كده، دمه شاهد على كده، والدم امامكم على المذبح شاهد، شاهد عن الحب وما فهمناش. قال تعالوا خشوا في حضني. ورجع الابن الضال وراه الاب من بعيد، الاب شافه من بعيد وفتح دراعته وقعد يحضن فيه يقبله. والولد الثاني زعلان ويقول له ليه كده بتقبله؟ ويتوسل إليه، يقول لك فخرج يتوسل إليه ويقول له يا ابني تعالى. كان ينبغي أن نفرح، أنا في فرحة في قلبي النهارده. أنت فكرك أنا بعمل تمثيلية؟ فتحت حضني كده وقلت له تعالى يا ولد في حضني وقعدت أبوس فيه. ديت يعني كانت إيه عشان قدام الناس؟ دي حاجة لا شعورية، ده في حاجة اسمها فرحة، فرحة الآب جوه، فرحة كبيرة جدا جدا بالنفس التايبة اللي راجع ليه، فرحة كبيرة خالص، فرحة أنت مش قادر تفهمها يا ابني. فاكر الولد يتكرش وخلاص، وفاكر ان انا كنت
يعني مهمل فيه لما سبته، قلت له روح لحالك ويلا مع السلامة، وفكر ان انا قصرت في حقه، لكن انا كنت براقب خطواته. وما ادراك طبعا ان المجاعة دي اللي حصلت يكون الله هو اللي تسبب فيها مجاعة تحصل في بلد بحالها عشان خطر الولد ده يرجع تاني. مادام مش قادر يفهم الروحيات بيفهمه بالماديات، مادام مش قادر يحس بالجوع الروحي فابتدى يحسسه بالجوع المادي. لما تزل وتعب ورجع اخده وحضنه وقبله، حط له خاتم في ايده، عهد ابدي زي ما بيقول حسقيال 16، قطعت معك عهدا ابديا. وبعد ما بعدت النفس عن ربنا وقال حينتقم منها، يقول ولكني اعود فاذكر عهدي الذي قطعته معك يوم صباكي، يوم ما كنت في المعموديه وقلت ان انت ابني وقلت لك بدمك عيشي بدمك عيشي، هتعيشي لان انت بنتي. بيقول لنفس البشريه كده. ففي عهد مقطوع، عهد الابوه ما يتكتبش لا في ورق ولا يتمثل، لكن الاب يعرفه. فرحه الاب والابن في حضنه. دخل الابن في حضن الاب وقال للكبير، لسه انت مش فاهم، احنا دلوقتي كان عندنا ميت واتقلب بقى حي، وكان عندنا شخص مفقود ولقيناه. انت ما جربتش قد ايه الميت لو يقوم تبقى فرحة كبيرة جدا. اخوك هذا كان ميتا فعاش، كان ضالا فوجد. ينبغي ان نفرح فرحة تملى البيت، وندعي الجيران كمان، والملائكة تفرح في السماء. خلاصة القول يا احبائي ان التوبة في ذهن المسيح وفي ذهن الآب والروح القدس، هو موضوع حياتنا معاهم في فرح كامل، ويكرمونا كرم لا نستحقه بالمرة. الابن يضعنا على منكبيه، والروح القدس ينظفنا وينور حياتنا وعقلنا وذهننا، والآب يدخلنا في أحضان. لدرجة أن كتب بعض الآباء، أحد الآباء، وقال إن لما الآباء القديسين اكتشفوا إن التوبة تفرح الآب وتعطي النفس البشرية هذه الكرامة، لما عرفوا إن التوبة تخلي النفس البشرية على كتف المسيح يسيب 99 ويمسك في النفس دي، لما عرفوا إن التوبة تدخل الإنسان بحضن الآب، فابتدى القديسين يقولوا، يقعدوا يبكوا ويقولوا إحنا خطاة عاوزين نتوب، وهم يقصدون فعلا ان هم يوصلوا الى هذا المركز الممتاز. هل تأكدت اليوم ان كتف الرب يسوع حكر للخروف الضار مش للـ99؟ حكر للخروف الضار. هل عرفت ان اعز واحد هو الخروف الضار؟ هل عرفت ان حضن الاب ده حكر للنفوس الضالة الرجاعة اليه؟ ما اجمل هذه التوبة. لهم حق القديسين يعشقوها ويعشوها طول حياتهم، لان هم دقوا لذتها ودقوا قبلات الاب ودقوا احضانه. ليه الانسان ما يعيش دايما في حال التوبة؟ والتوبة في مفهومنا دلوقتي هي الحياة مع الله باستمرار وعدم البعد عنه. وعدم التوبة هو يقول لك ذهب إلى كرة بعيدة، يعني راح كده بعد. فالبعد عن ربنا هو ده الضياع، والرجوع لحضن الآب فرح، فرح كبير. ليه ما نفرحش الكنيسة والروح القدس والآب والابن؟ وليه ما ناخدش مكاننا الرائع الحلو ده بالتوبة؟ ما أسعد المسيحيين بالتوبة، ما أجملها، ما أجملك آياتها التوبة، لأن أنت أعطتينا مكان لم يكن في ذهننا ولا في خيالنا بالمرة، أننا نشتهي ونود أن نعيش كل بقية حياتنا في حياة توبة، في حياة توبة مهما كلفتنا. هتكلفنا إيه؟ يكلفني إيه يساوي أي تكاليف تكلفني إذا كنت أنا أكون على كتف المسيح؟ أي تكاليف تساوي أن أنا أدخل في حضن الآب؟ ده أنا أدفع تكاليف كبيرة عشان أوصل لمركز كبير في الدولة أو أقابل رئيس كبير في الدولة، لكن التوبة توصلني لحضن الآب وكتف الرب يسوع من كبير.
ما أسعدنا أيها الأحباء بالتوبة. فإحنا رسالتنا في الصباح النهاردة رسالة إلى السعداء، المسيحيين السعداء اللي مفتوح قدامهم كل، مش هقول لك السماء قليلة أكتر من السماء، اللي وصلوا لأسرار ما يعرفهاش حد أبدا. ملوك وأنبياء اشتهوا أن يروا وأن يسمعوا. عرفت قد إيه إحنا دايما نردد الكلمة دي، فلم يسمعوا ولم يروا. اللي محطوط قدامنا الذبيحة لكي نأكل العجل المسمن ونفرح ونتهاكل. هذا هو نصيبنا في التوبة. لماذا نتأخر؟ لماذا نتأخر ولو لحظة واحدة؟ ايه اللي يساوي عشان يأخر التوبة بتاعتي ورجوع ربنا؟ انا ما بهددش واقول لك لا ان ما توبتش ربنا هيعمل فيك ويخلي فيك ويسوي فيك او هينتقم منك ويعمل، لكن انا بقول لك هتضيع الفرصة السعيدة ديت اللي هي اسعد فرصة في حياتك. واوحش حاجة في الابن الكبير انه مش فاهم ايه هي التوبة. وافتكر التوبة يعني الولد اللي غلط ده يترمي بره، وما عرفش حاجة عن أسرار أبوه ولا عن أسرار قلبه الداخلية. فقالوا لا ما يخشش. لا يا أحبائي، الحياة مع الله تخلينا نكتشف إن مش نفرح لما احنا نتوب بس، ونفرح لما غيرنا يتوب، وتجعلنا نعمل بكل نشاط واجتهاد لجذب النفوس للمسيح عشان نفرح قلبه. لك جار، لك صاحب، لك صديق، لك زميل، وتعرف ان هو قلبه طيب وممكن يرجع لربنا بسهولة، ما تتأخرش ابدا على ان انت تقدم لي هذه الدعوة السعيدة عشان تفرح قلب ربنا. هي سعيدة بالنسبة لينا وسعيدة بالنسبة لله ايضا لانه بيفرح. فالابن الكبير ما كانش فاهم حاجة خالص في الموضوع ده. فليه ما نعملش بكل اجتهاد لجذب النفوس؟ انا مش بقول ان احنا بننافس الشيطان اللي بياخد الناس ويرميهم في الهلاك بره، فعاوزين ننقذهم من الهلاك، لكن ليه احنا ما نفرحش ربنا بتاعنا بنفوس تدخل في حضنه؟ ان النفس المجتهدة المسيحية المجتهدة تسعى باستمرار لفرح الله، فتجذب النفوس، تستغل كل فرصة لكي تجذب نفس ضائعة وترجعها، او درهم مفقود وترجعه، او خروف دار وترجعه لله فيفرح. نريد ان الله يكون في فرح دائم. عشان كده بولس الرسول في رسالة الكلوسي يقول افرح في الامي. ليه يا بولس؟ افرح في الامي لكي اكمل نقائص شدائد المسيح في جسدي الذي هو جسده الذي هو الكنيسة. انت يا بولس فرحان في ألامك؟ الأفرح في ألامي أكمل نقائص شدائد المسيح. طب والمسيح لسه عنده شدائد ولسه ناقصة؟ قال آه، مش لغيت النهاردة ليه ولاد ضايعين؟ مش لغيت النهاردة ليه ولاد ضايعين؟ قال الولاد الضايعين دولت ما هو دولت ألام مجددة للمسيح، ألام مجددة. فبولس الرسول بوعي الروحي العميق لأنه حياته مستترة في المسيح قال أفرح في آلامي لكي أكمل شدائد نقائص المسيح في جسده الذي هو الكنيسة. فأنا فرحان قوي في الآلام ديت عشان أوصل الناس ديت أفرح بها قلب ربنا. فإحنا عاوزين نفرح قلب ربنا بنفوس تايبة ورجع عليه. أخيرا يا أحبائي، ما كانتش التوبة صحيح في الظاهر كده كلفت الولد، في مفاهيم اتصلحت بعد التوبة. المفاهيم ديت اتصلحت ازاي؟ اولا نظرة الشخص للبيت بتاعه او نظرتنا للمسيحية. المسيحية فيها شوية ألم وشوية ضيق، وربنا ساعات يعني ما بيقفش معانا قوي وكنا عاوزين يقف اكتر الى اخره. الضيق ده اللي في المسيحية ده لازم تتغير نظرتنا ليه نهائيا، وتتغير وتبقى نظرة فرح. الولد كان فاكر ان ابوه ما بيدلوش، ده حرمان وعمال يدي الخدامين ويدي فلوس شمال ويدي يمين، وكل خدام ياخد فلوس ويروح يسهر زي ما عاوز
هو يديش الأب. فالأب إيه؟ فالولد فاهم إن أبوه ده قاسي. وانت عارف المثل بتاع الوزن الواحدة، الرجل اللي ثمرها في الأرض قال له لأن علمت أنك قاسي، قال له عرفت إن أنا قاسي؟ عرفت منين إن أنا قاسي؟ قال له عرفت إن أنت قاسي فخفت منك. فالولد ابتدى يقول لك أبويا ده حياتي دي كلها قيود، المسيحية كلها قيود، تعاليم المسيح كلها قيود، كل حاجة فيها صعبة، كل حاجة فيها صعبة، مش مناسبة للعصر، مش مناسبة، دي قيود. طيب راح بعيد واتبهدل ورجع، دخل في حضن الآب وقعد يحضنه يوسف. بعد كده تطلع تاني ترجع، قال لا، قال ده البيت ده كله قيود، ما انتش واخد فيه الحرية، ما كنت بتلعب وتسهر وتبحتر الفلوس بره زي ما انت عاوز. قال لا 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 لا، ده القيود ديت اللي انا كنت فاهمها زمان ان هي قيود، اتى بيها قيود المحبة، ربطات المحبة. فمن محبته ما كانش عاوزني ابعد عنه، ومع حبته عاوزني احافظ على نفسي وعلى صحتي وعلى وقتي، ومن محبته لي عاوز يحوط حواليا، وانا من جهلي فاكر ان ديت قيود. شوف الانسان تعت يبقى وحش وفكره وحش فعلا زي الخروف اللي مش فاهم شيء. الفكر اللي بيعمله فيه ربنا ده وحش، مع ان كل حاجه وحشه يعملها ربنا فينا هي دي الحاجه الحلوه. كل حاجه وحشه هي الحاجه الحلوه. كل حاجه في يوم من الايام في عصر جهلنا افتكرناها قيود، في العهد الجديد في حضن الاب كانت هي علامات المحبه الحقيقيه. وكل ما كانت القيود شديدة، وكل ما كانت الضيقات شديدة، كل ما كانت المحبة شديدة، وكل ما كانت رعاية الآب واهتمام بينا أكثر وأكثر. دي مفاهيم اتغيرت نهائيا في ذهن الإيه؟ في ذهن الابن. النقطة الأخيرة إن في الواقع الابن ده بعد كده ما يحبش الخطية. تقول له ليه؟ يقول لك ما بحبش الخطية، ما بحبش الكرة البعيدة دي. تقول له ليه ما تطلع تتفسح؟ يقول لك لا. اقول لك خايف من ابوك؟ اقول له لا، مش خايف من ابويا، خايف ازعل ابويا. في فرق بين خايف من ابويا وفي فرق بين خايف ازعل ابويا. ده ابويا ده عباره عن كتله عواطف ومشاعر وحنان وحب، ما اقدرش اجرحه، ما اقدرش اجرحه ابدا. خايف اجرح المسيح، ده المسيح المصلوب قدامه وصورته والدم المنسكب من جنبه، كل ده عشان قطري وبجراحاته وبدمه شفاني من مرض الخطيه. اخاف اجرحه، واخاف اسيء اليه، واخاف اسيء لاسم المسيح، واخاف جدا على زعل الاب. عشان كده انا في حياتي الجديده، في حياتي الجديده مش حياه خوف، لكن حياه حب كامله مع المسيح. ابتدت مفاهيم جديده تدخل حياته، ابتدى يعرف ان التوبه مش ممكن تكون بعيده عن حضن الاب، مش ممكن يكون يتوب في الكوره البعيده. ان في حضن الاب هيحس بنبضات قلبه ويحس بقبلاته ويتمتع بخيره. والتوبه ما تنفعش بره الكنيسه، لان جوه الكنيسه تاكل جسد الرب ودمه، وتاخد سر الاعتراف الجميل، وتتمتع بمواهب الروح القدس اللطيفه، وتتمتع ببركات الابن اللي عاش في بيت ابوه لالهنا المجد الدائم الابدي. اسمع صراخي يا سيدي، وإلى صلاتي أميل أذنيك. ارحمني وامسك بيدي، ارحمني وامسك بيدي، فأنا في حاجة شديدة إليك، فأنا في حاجة شديدة إليك.
فازت من خوفي تيارات وأغرقتني أديقات وكأنك رفعتني وكأنك واشتهت نفسي تعزيات ثم عيوناني غرقت في الحب أصدرت أمرا خلت يموت بالمراحم سمعت صوت وبالمراحم سمعت صوت بصوت الحمد الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين. ابونا السماوي ربنا يسوع المسيح من عمق القلب يا ربي بنقدم لك ذواتنا ونطرحها امامك ونقول لك يا ربي توبنا فنتوب اعطينا ربي حياه توبه دائمه لان بدون التوبه يا رب لن نعاين مجدك بدون اعترافنا بضعفاتنا امامك وبدون غفرانك لخطايانا مش هنعرف نخش السماء. ابونا صالح ربنا يسوع المسيح انت يا ربي منتظر واقف على بابنا منتظر ان احنا نقول اسفين على ضعفاتنا وخطايانا نرجوك يا رب انك تقبل بنطرح ذواتنا بكل ضعف وكل هوان وكل تجاوز وكل كسل في حياتنا الروحية او في قراية كلامك او في العشرة معاك او حتى في حياة الخدمة ان احنا نخدم احبائنا اللي حوالينا كل كسل يا رب نطرحه قدامك يا رب ونقول لك توبنا. ليس التوبة ربي أن الإنسان يعترف عن خطاياه ولكن التوبة أن يعيش ويستمر في العيشة معك رب يسوع المسيح عشان نستمتع بوجودك معانا على الأرض هنا ربي وأيضا ربي يكون لنا مكان في السماء. أعطينا ربي توبة مستمرة. كنيسة الجميلة تعلمنا أن نتوب كل يوم وكل ساعة. دينا يا ربي ان احنا نذكر اسمك يا رب في كل وقت ونقولك يا رب توبنا فنتوب. اعطينا يا رب ان نقدم توبه حقيقيه امامك لكي ما نعيش يا رب معين. اعطينا يا رب ان نكون اولاد مباركين. اعطينا يا رب لا ان نقدم توبه كما قدم الابن الضال فقط ولكن يا رب ان نستمر في العيشه معاك ونستمر يا ربي في رفض الخطيه ورفض كل فكر لا يرضي صلاحك. بارك يا رب على كل أبائي وأمهاتي السنين. بارك يا رب على كل الموجودين وأولادهم وأحفادهم. احفظنا يا رب من الشر والشرير. بارك يا رب في كنيستنا واجعل بأبواب الكنائس مفتوحة دايما قدامنا. ما تحرمناش يا رب من وقفة صلاتنا. ما تحرمناش يا رب من بيتك. ما تحرمناش يا رب من جسدك ودمك الأقدسين. من أجل صلوات من الست العذراء عنا وكل الشهداء
وعلى رسولهم القديس العظيم مار يوحنا المعمدان، اللي ابتدينا السنة رب بيوم استشهاد يوم 2 توت. بارك يا ربي في ضعفنا رب بصلواتهم وشفاعاتهم، ماري جرجس، فيلو كتير، ماركو يوسف، سيمار، مينا العجيب، أبونا أنبا أنتونيوس والبار الأنباكون، أنبا موسى الأسود، أبونا أنبا رويس حبيب المسيح، أبونا أنبا شنوضر يسمى الطاحب. استجبنا أبونا السماوي لما نصغ لي بدالة البنين ونصلي، يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في ضيقنا. بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. فالآن محبة الله الآب ضابط الكل، نعمة ابن الوحيد الجنس ربنا يسوع المسيح، شركة موهبة تعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الله يكون معاكم. شوفكم يوم الاثنين الجاي على كل خير، كل اثنين وانتم بخير، استمتعوا بوقتكم، ربنا يبارك في حياتكم، اسمعوا كتير، صلوا كتير، صلوا للكنيسة، صلوا لينا، صلوا الضعف، ربنا معاكم، باي باي حبايب، سلام. لمحبة قلب مالية أهواك يا أرثوذكسية، أم الشهداء جميلة، أم الشرفاء نبيها، عبرت بحر الألم حفظت بدماها الحققني، يا أمي حب أحياني، آلامك بذرة إيماني، قد بست أمر الأزمان وخرقت خروج الشجعان، أم الشهداء جميلة، أم الشرفاء نبيلة، عبرت بحر الألم حفظت بدماها الحق قوي، ضربوك الأعداء قرنوك، سجنوك وأيضا قتلوك، وطعام وحوش جعلوك، ولكل عذاب دفعوك، أم الشهداء جميلة، أم الشرفاء نبيلة، عبرت بحر الألم حفظت بدماها الحق قوي، يا أمي كم كنت أمينة، وبحب عريسك مفتونة، أسراره عندك مكنونة، وبقوته أنت مصونة، أم الشهداء جميلة، أم الشرفاء نبيلة، عبرت بحر الألم حفظت بدماها الحق قوي، ما أحلى أمي المطرودة من أجل الفادي وعبيده، يا سعده معطيك ودادة، من ينهض بيعة أجداده، أم الشهداء جميلة، أم الشرفاء نبيلة، عبرت بحر الألم حفظت بدماها الحق قوي، يا ليت فؤادي يمواكي كي أحيا في ظل حماك، وأطارد دوما أعداك، وأجدد أيام صباك، أم الشهداء جميلة، أم الشرفاء نبيلة، عبرت
بحر عن الألمات حفظت بدماها الحق قوي. يا أمي أثارك في الوادي وحنانك يغلي في فؤادي. ما عهد وفائي ووداني أن أخدم بيعك أجدادي. أم الشهداء جميلة، أم الشرفاء نبيلة، عبرت بحر الألمات حفظت بدمائها.